هو الرجل الصوفي القديم الذي يقوم بحفر حوض ذو امتدادات واسعة، وهي العملية الأساسية عند الشروع في إنجاز الغوطة. هذا النظام الزراعي استغله أهل وادي سوف لغراسة النخيل نظراً لقربه من المياه الجوفية لتمتص النخل الماء دون أن يسقيها الفلاح. الحكاية تاعها أن جدودنا في المرحلة الأولى كي جو لمدينة الواد ما كانش يعني كانت حياة، كانت غير كثبان الرملية، ولما جو جدودنا وحطوا الرحال بالواد أصبح يعني كان غير كثبان الرملية، لازمتهم حياة. جو يعني في الأسفل تاع الكثبان الرملية كما راكم تشوفوا في الأسفل نتاعها وحفروا، لما حفروا يعني لقوا الماء ماهوش بعيد، خمبوا داروا زراعات يعني بجنب الماء، وكذلك جابوا الجبارة ولا الفسيلة تاع النخل وحطوها على بعد حوالي متر متر ونص، أصبحت الجذور يعني نتاع الفسيلة تاع النخل تبحث على الماء، ومن بعد راحت للماء وبدت هذيك الفسيلة أصبحت في النمو، ومن بعد أصبحت جابت الثمار. قل لي الحاج، واش راك دير؟ نخدم في الزرب. هذا الزرب هذا وشنو، منين تجيبو؟ هذا نجيبوه نحو من النخلة. احكي لي كيفاش حتى تديروا هذا. هذا يابس النخلة، نقصوه من النخلة ونجيبوه لهنا بالجرار، وبعد نقصوه ونديروا به الزرب هذا وين؟ عنجل باش يحمي الغوط من ضد الرياح. من الرياح. شحال يعيش هذا؟ يعيش مدة 4 أو 5 سنين كيما هذاك، تو 4 أو 5 سنين هاو دفنا الريح كل. ويدفنا الريح كي يطيح كنعاودوه كيما هكا. ونجيبوا الجريد من النخلة ونقصوه من هنا ونخدموه كيما هكا. هذا وقد صنف الغوط من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو سنة 2011 تراثاً زراعياً ومعلماً سياحياً عالمياً بغرض المحافظة عليه نظراً لخصائصه المميزة. الهدف من التصنيف هو أنه من أجل المحافظة عليه أولاً، المحافظة على التنوع البيولوجي الموجود فيه، ومنها يعني أنواع التمور اللي موجودة والأصناف التمور الموجودة داخل هذا الغوط، كذلك لضمان الغذاء. منتوج الغوط هو منتوج بيولوجي، معناها منتوج طبيعي، والآن معناها عندنا في الجزائر قليلاً معناها المنتوجات البيولوجية. هو امتازت واد سوف بنظام بمنتوج التمر بالغوط بواد سوف. كما تسعى جمعية الواحة للغوط البعلي ببلدية العقلة بسندروس إلى حماية هذا النظام الزراعي المهدد بالزوال. واد سوف كانت تزخر بحوالي 12,000 غوط. إلى بداية الثمانينات بدأت العملية تتقهقر. الآن الإحصائيات الأخيرة حسب إحصائيات الضياصة الفلاحة الآن نتوفر عن 2500 غوط فقط، وهي معرضة للاندثار. إحنا كجمعيات رانا نقدموا برامج ونقدموا مقترحات منها الوزارة الفلاحة والجهات المعنية لحماية الغوط، كما أن الغوط هو نظام مرافق للبيئة، نظام سياحي مرافق للبيئة. الآن رانا قدمنا برنامج إلى وزارة البيئة لوزارة البيئة كي منها ننهض بهذا الغوط، يصبح كمنتوج بيولوجي ومحمي ونظام سياحي بيئي. تحولت الغيطان إلى مواقع سياحية يقصدها السياح نظراً للخصائص الهندسية المبتكرة في إبداع هذه الواحات من النخيل في هذه المنطقة الصحراوية. في إطار المسالك السياحية التي حددتها مديرية السياحة بالتنسيق مع وكالات السياحة والأسفار للولاية، أدرج الغوط كأحد أهم النقاط الأساسية في المسالك السياحية بالنسبة للسواح الأجانب والوطنيين.
وقد شهد الغيطان عدة لقاءات بالنسبة للملتقيات العلمية وأيضا اللقاءات الطلابية أيضا والسياحة الاستكشافية بالنسبة للوافدين من الشمال. وقد قامت الوكالات السياحية هنا بولاية الواد بالعديد من الزيارات لهذه الأماكن الخلابة التي لا توجد إلا على مستوى تراب هذه الولاية. أيضا السياحة البيئية أو السياحة الإيكولوجية أو ما يسمى بالسياحة المستدامة. دعم وتثمين هذا التراث الزراعي ووضع إجراءات تنظيمية لإعادة بعثه من جديد ضرورة لا بد منها لحمايته من الاندثار نظرا لخصائصه المميزة.